أنه لا يتقدم للإمامة إلا أقرأ القوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله قول النبي صلى الله عليه وسلم جن قد سلوم قوتها لأنك إمام بطان النبي صلى الله عليه وسلم بان برابها أقرأ القوم من أجل أنك صوت جنكي من أجل صوت من ترمترو جنكي لكن إذا كان يخطئ في الفاتحة خطأ واضح هذه الصلاة لا تصح ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងហ្វាទីហាហ្នឹងសូត្រទៅសូត្រដោយខុសច្បាស់លាស់តែម្ដងអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់យ៉ាងហ្នឹង ولهذا ذكرنا لكم أهمية قراءة تصحيح قراءة الفاتحة ចឹងហើយបងប្អូនរំលឹកថាចាំបាច់ត្រូវតែតបថាណាកែប្រែឬក៏កែលម្អហ្វាទីហារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ والله أعلم والله أعلم